لله ضرك يا عبد السلام. كيف خطر لرجل بسيط مثلك أن يفكر في اسم كهذا؟ العز، عز الدين عبد العزيز. بل أنت الذي أسميته من قبل. إنك يا رجل قد حففت اسم ابنك بعزة الله من كل جانب. العز، عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام. إنك ألهمت إلهاما ووفقت أيما توفيق في خاطرتك هذه، فلعل الله يحقق لك ما تمنيته عليه. ولكن درسك الساعة قد أيقظ حزنا واكبني ليلة ميلادي، فقد كنت أعرف أن المقادير بيد الله، ومع ذلك لم تعصمني معرفتي من الخوف عليه، ربما بتأثير كلام السيد علي، ولكني استغفرت الله وتبت إليه من هذه الوساوس. أنت رجل مؤمن يا عبد السلام، وقد يكون ميلاد ابنك فاتحة خير له وللناس. أبلغوني الساعة أنك قد عقدت العزم على الخروج إلى الشام. كنت قد قدرت أن أخرج إليها في السنة الماضية، ولكن الظروف أخرتني، وها أنا أبدأ في تنفيذ ما عزمت عليه في عامنا هذا. إننا ما زلنا في شهر محرم، أول شهور هذه السنة الهجرية الجديدة، المؤرخ لها بالسنة 78 بعد 105، لتكن بها بداية تحركنا لأداء المهام التي أناطها الله بنا. أراك تتعجل الخروج يا أخي. ولم لا؟ وقد فرج الله كربتنا وأخرجنا من مآزق لو أنفقنا فيها المال والجهد والعرق لما اجتزناها بهذا اليسر. غرقت سفن الفرنجة التي جاءت لتهاجم مصر وجنحت إلى ميناء دمياط، فقتل من فيها وأسرنا منها 1700 أسير. وما هذه؟ أهي رسائل جديدة؟ نعم، الأولى من فروخ شاه المقيم بدمشق، يبشرنا فيها بانقضاء الوباء وبأن معظم النساء يلدن التوائم. إنها لبشرى طيبة حقا. والثانية من قرقوش بهاء الدين الأسدي، يخبرنا فيها بما فتحه الله على يديه في شمال أفريقيا وانضم إلى ملكنا. والثالثة؟ الثالثة هي سر خروجي إلى دمشق الآن، ففيها خبر عن مرض الملك الصالح نور الدين محمود وإشرافه على الموت. إذن فقد آن لنا أن نضم إلى أملاكنا في الشام ولاية حلب. هذا ما نرجوه، فكلما توحدت الصفوف كلما اقتربنا من النصر، وطهرنا بيت المقدس والمسجد الأقصى وقبة الصخرة من الغاصبين. تم كل شيء على الوجه الذي اتفقت معك عليه؟ بكل دقة، فقد رحلت قبل مشرق الشمس أخانا تاج الملوك بوري على رأس ميمنة الجيش، وحددت له الأزرق مكانا يلتقي معك عنده بعد 7 أيام، لا تزيد ولا تنقص. هذه واحدة. وأيضا أرسلت أخانا سيف الإسلام طفتكين إلى اليمن ليسد خللها ويضبط أمرها كما فعل أخونا المرحوم الملك المعظم. بقي أمر واحد أريد منك إنفاذه على أسرع وجه. رهن أمر الملك الناصر. انتدب لي رجلا نشطا جلدا يواصل السير ليل نهار إلى دمشق ليصلها بسرعة الطير. ليأمر ابن أخينا فروخ شاه بماذا؟
أن يخرج على رأس حملة خفيفة سريعة ليهاجم طبرية والحصون المحيطة حولها، ليشغل عنا الفرنجة وعن حلب التي تمر بوقت عصيب بسبب مرض ملكها الصالح ابن نور الدين محمود. هذا هو الرأي والله، والساعة أنفذ لك رسولا يقطع المسافة إلى دمشق في سرعة كسرعة الطير، فانطلق أنت على بركة الله، وثق أن الرجل سيكون في دمشق في الوقت المناسب. كنت أحب أن أكون معك. لقد أبقيتك على مصر يا أخي العادل، لأنها أساس الدولة المتين التي نريد إقامتها، ولولا أهميتها القصوى لما خلفتك عليها وأنا في أشد الحاجة إليك. صاحبتك السلامة. في عام واحد أصبحت العامة كلها من مريديه. لو أن صديقنا زين الدين هنا الساعة نتحرش به وأسمعه كلاما يتضاءل منه حجمه أمام مريديه. حقا، أين صديقنا زين الدين بن جهل؟ ألا تعرف أنه رحل إلى حلب؟ حلب؟ وماذا يفعل بحلب؟ إن ملكها الصالح ابن نور الدين الشهيد، وإن كان يحترم المتصوفة الحقيقيين كأي مسلم، إلا أنه يكره أهل البدع والضلالات، وأنت تعرف زين الدين وتشدده وتمسكه. لهذا رأى أن المقام بحلب خير له من المقام بدمشق. نعم، فهو يتهم عز الدين فاروخ شاه باللين والتساهل مع العصاة المبتدعين. لماذا تقبضان علي؟ ماذا فعلت؟ محمود، ترقب مجيء عبد السلام، ومتى جاء فدعه يدخل هذه الصناديق الى الدكان ثم يسلم المفاتيح لاهلي. لا تهتم بشيء يا علي، انظر انت لنفسك فقط. واذا لم يأتي فافعل ذلك لي، فقد اصبح عبد السلام كثير الغياب والتعلل بمرض زوجته. ماذا فعلت واي جرم ارتكبت؟ لماذا تقبضان علي؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ أما زلت هنا؟ لا يطاوعني قلبي على الذهاب. يا رجل اذهب واسعى على عيشك كما كنت تفعل طوال عمرك. هيا اذهب إلى السوق. كيف هي؟ منذ وضعت كانت تمرض وتقوم، ولكن مرضها قد طال هذه المرة، فهي أشد ضعفا من كل مرة سبقت. بل أنت واهم، إنها بخير وستكون بخير أكثر، خاصة وقد تم فطام العز وأصبح يأكل الطعام مستغنيا به عن لبن الرضاعة. العز؟ هل هو مستيقظ؟ بل نائم، أطعمته حتى شبع ثم لعبته قليلا ونومته فنام. لست أدري كيف أشكر لك عنايتك بثلاثتنا يا زينب. وعلام الشكر، وماذا فعلت غير ما تفعله معي زوجتك أم العز حين شدتي وحاجتي لها؟ ألا يلومك زوجك على غيابك عنه يا زينب؟ وعلام يلوم، إنه لو أرادني في شيء لصاح بي. أم نسيت أننا نقتن متجاورين؟ متعكم الله ببعضكما فهو طيب مثلك. وأنت وزوجتك والله يا عبد السلام خير جيران عرفناهم على كثرة ترددنا وتنقلنا في الغرف التي يؤجرها أصحابها. حفظ الله لك زوجتك.
يا رب احفظها لي وللعز. آمين يا رب. تعرفين يا زينب، لقد عشت في حرمان طول حياتي، ولكني يوم تزوجت بأم العز شعرت كأن الحياة أعطتني كل شيء. إن الفقراء الضعفاء أمثالنا فاكهتهم دفء المشاعر، وعزهم صدق الأحاسيس، وسعادتهم صفاء العواطف بينهم، ونحن بهذا الحب أغنى الأغنياء. أبقاكم الله لبعضكما. يا رب. هيا اذهب الآن، وإلا استغنى عنك أصحاب العمل وجاءوا بغيرك. صدقتي، فلطالما اشتد علي السيد علي تاجر السلاح لتأخري عنه. انا ذاهب، فاعتني بالعز وبأمه يا زينب. لا توصيني، واذهب قبل ان يسمعك السيد علي ما لا تحب. ويحكما، خلي عنه. قلت لكم السلاح ان يأتي ولم اقل لكم ما جيء به على هذا الوجه. اقبل يا سيد علي، اقبل. أنا ما أمرتهما بذلك، بل قلت لهما استدعي لي أكبر تجار السلاح في دمشق، وكنت قد استدللت عليك. خيرا يا أمير دمشق، خيرا إن شاء الله. قل لي، كم بحوزتك من السيوف والدروع والرماح وغيرها من أدوات القتال؟ عندي، أعني ماذا تطلب؟ لا تخف، قد أمرت أوامر مشددة من عم الناصر صلاح الدين بأن نؤدي لكل من نشتري منه شيئا ثمنه كاملا قل أم كفر. عندي كل ما تريد، وإن أردت تسليح جيشك بأكمله وفرت لك ذلك. حسن، فجئني بكل ما عندك من سلاح وسأضيف لك ثمن نقله على أن يتم ذلك الليلة. الليلة؟ أجل، الليلة. هو غزو وشيك؟ أخبرني فأقول للخطباء والدعاة يدعون لكم عقب كل صلاة. صدقت، وسأخبرك. إنه غزو موجه للصليبيين، ولن أخبرك بالجهة، وقد أمرني به عم الناصر صلاح الدين توقيا لأمرين. أولهما حتى يتسنى له دخول دمشق بمن معه من جند في سلام، والثاني لأشغلهم عن التفكير في مهاجمة حلب في ظل مرض ملكها الملك الصالح بن نور الدين. له الله، فقد علمت أن الأمير علم الدين سنقر قد سقاه السم في عنقود عنب. وعلمنا أيضا أن الذي سقاه السم هو الأمير ياقوت الأسدي، وسواء هذا أم ذاك فالملك الصالح تشتد به العلة يوما بعد يوم. كان الأولى أن تظل في سريرك ونحضر نحن إليك. إنها الوصية يا زين الدين، ولا بد أن يسمعها كافة أمرائي. به الملك الصالح ابن نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي ملك حلب. ملك حلب، أعهد بحلب إلى ابن عمي عز الدين مسعود صاحب الموصل، لأني آنس فيه عدلا وصلاحا وقوة تمكنه من الحيلولة بين صلاح الدين والاستيلاء عليها. والاستيلاء عليها،
وذلك حتى لا ينازع عز الدين في أمر حلب ابن عمنا الآخر عماد الدين زنكي ابن قطب الدين مودود ابن عماد الدين زنكي ملك سنجار بحجة أنه زوج أختي وأنه تربى في حجر أبي. في حجر أبي. وعلى الأمراء المجتمعين إطاعة هذا الأمر وإنفاذ الوصية وتسليم ملك حلب لمن عهدت إليه وهو الأمير عز الدين مسعود. عز الدين مسعود. ها قد سمعتم الوصية وستقسمون على إنفاذها. كنت في غنى عن المجيء إلينا وأنت في هذه الحال. تعرف يا زين الدين أن أطبائي نصحوني بأن أشرب الخمر تداويا. أعرف، وقد أفتاك العلماء بأنه لا حرج عليك إن شربتها تداويا إذا لم يكن عن ذلك مندوحة، أخذا بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات. قل لي أنت، أيزيد شربها في أجلي أو ينقص منه ترك شربها شيئا؟ لا والله، فالله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. فوالله لا أشربها، فألقى الله، وقد شربت ما حرمه علي. لا غرو أنك ابن نور الدين الشهيد، والله ما عرفناك إلا شريفا عفيفا تتقي الله في جميع أمرك. صدق عثمان بن عفان إذ يقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فقد علمت أن فقهاء حلب ما ترخصوا لي ولا رخصوا إلا لظنهم أني أميل في الأخذ برأي الأطباء وحتى لا أهلك من السم، ولكني لا آخذ إلا برأي الله ورسوله، فالله حرمها ورسوله. وزاد النبي فقال وهو ما ينطق عن الهوى: ما جعل الله دواء أمتي في حرام قط. لقد خدعني صلاح الدين وخدعكم خدعة جيدة أيها السادة، بل سخر منا أمام سمع الدنيا والزمن وابتلعنا طعمه كأي جماعة من الحمقى. أرسل فاروق شاه من دمشق على رأس جيش صغير فأغار على طبرية وفتح حصونا وأسر خلقا ورجع، بينما كنا ما زلنا نتأهب لملاقاته. والأدهى والأمر أن صلاح الدين قد فاتنا هو أيضا، بينما كان يجتاز بالقرب منا في قلة من الرجال. ما زال بمقدورنا مهاجمة حلب، فملكها يعاني سكرات الموت. نكون أكثر حماقة إن نحن فعلنا. فصلاح الدين الآن هناك في دمشق في قوة وعدة، وهو يتمنى أن نتيح له هذه الفرصة فيقاتلنا عند حلب فيكسر جموعنا ويستولي عليها، وبهذا يضرب عصفورين بحجر واحد. فماذا ترى يا أرناط؟
التراك ستدعم مفارز جندك الذين أرسلتهم لتهديد تيماء. لا، فقد أبطل صلاح الدين علينا عمل هذه المفارز أيضا. إذ أرسل كتائب من عنده فحالت بيننا وبين ذلك، فما العمل إذن؟ أنسكت ونحن نعلم أن الخطوة القادمة لصلاح الدين هي مهاجمتنا في عقر دارنا؟ لا، لن نسكت، فقد تدبرت الأمر بدهاء أشد من دهاء صلاح الدين هذه المرة. ها، وماذا فعلت؟ الآن وفي هذه الساعة تكون السفن التي أمرت بصنعها وحملتها فوق ظهور الإبل وأرسلتها إلى أيلة وجزيرة فرعون قد تم تركيبها، وأحسبها الآن تنخر عباد بحر القلزم لتضرب عذاب ميناء مصر على الشاطئ الغربي، ثم تعود فتضرب ينبع والحوراء على الشاطئ الشرقي، وبهذا نوجه تهديدا مباشرا إلى مكة حيث بيتهم الحرام، وإلى المدينة حيث مسجد نبيهم. لكل أجل كتاب، وما تركت حلب وجئت في ساعة كهذه إلا بعدما رأيت أمرها يوشك أن يدخل في دائرة الفوضى. كيف يا زين الدين؟ جاء عز الدين مسعود صاحب الموصل وتولى أمر حلب انفاذا لوصية الملك الصالح، وفي نفس اللحظة جاءت رسل عماد الدين زنك بن قطب الدين مودود صاحب سنجار برسالة تهديد منه لعز الدين، يطلب فيها أن يتنازل له عن حلب في مقابل أن يعطيه سنجار بدلا عنها. ها قد عاد آل زنك للجري وراء أطماعهم، وقد علمنا بنية الملك الناصر صلاح الدين وعزمه على توجيه همته لتطهير الأرض من الفرنجان، فجئت أستحثه على السير إلى حلب أولا حتى لا يكون صراع آل زنكي خنجرا في ظهره وهو يقاتل الصليبيين. اطمئن، فقد كان أفاء صلاح الدين لأستاذه نور الدين زنكي يمنعه من أخذ حلب من يد ابنه الملك الصالح، ولكن بعد موته قرر صلاح الدين أن يبدأ بضمها إلى دمشق حتى تفرغ لقتال الفرنجة وظهره آمن والبلاد موحدة. هذا ما نرجوه نحن والمسلمون كافة. إذن لقد فعلها القمر. قد فرغ صلاح الدين من اجتماعه مع مقدم الجند وقادتهم. والله لأذيقنه مر العذاب. من وماذا فعل أيها الملك الناصر؟ أرناط صاحب حصن الكرك أرسل سفنا لتهاجم عذاب في مصر، ثم اتجهت إلى ينبع والحوراء وباتت تهدد مدينة رسول الله. لعن الله أرناط، لقد رام مراما دونه ضرب الرقاب. اكتب يا فاروق شاه. أملي علي ما تريد أيها الملك الناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. دمشق. من الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى أخيه العادل أبي بكر. مصر. سلام الله عليك. وبعد، علمنا بما فعله أرناط، فمتى بلغك كتابي هذا فمر أمير الأسطول حسام الدين لؤلؤ أن يهاجم سفن الصليبيين في أي مياه كانت، وألا يرجع عنها قبل تدميرها عن آخرها، ولا تتوانى في إبلاغي عن جلية الأمر أولا بأول، والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. ماذا بك يا فاروق شاه؟ لا شيء، لا شيء أيها الملك الناصر. لا شيء؟ إنك تتألم. إنه مجرد جرح قديم انتكس علي وأنا أهاجم طبريا والحصول المحيطة، ومن يومها وهو يعابثني بين الحين والحين، ولكنه يزول سريعا. إذن فاذهب واسترح،
فسأبقيك في دمشق حتى أفرغ من أخذ حلب وضبط أمورها. بل أريد أن أكون معك، فإني أعلم أنك خارج الساعة لمحاربة الصليبيين. ستكون معي في محاربة الصليبيين إن شاء الله، أما الآن فاهتم بنفسك وبأمر دمشق حتى أعود. ها هي رسالة جاهزة. لا تنسى يا زين الدين أن تكتب إعلانا باسمي تنعي فيه إلى الأمة الملك الصالح نور الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أعجب من اهتمام الملك الناصر بنعي الملك الصالح للأمة، فقد اشتهر عنه الحلم والصفح والسماح، ولكني أعجب لمعرفته لي وهو لم يرني. وقد ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لئن شئتم لأقسمن لكم إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويمشون على الأرض بالنصيحة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين. خرج الساعد صلاح الدين من دمشق بعسكره قاصدا حلب. اللهم أيده بنصرك إن كان يسعى للخير ويروم توحيد هذه الأمة ليقابل بها عدوها وهي مجتمعة. قد استقر هذا في نفسي عنه، وأراه ينهج نهجا صالحا إن شاء الله. إن نعيه لموت الملك الصالح وسؤاله لنا الدعاء له وإقامة صلاة الغائب عليه لدليل على خلق إسلامي أصيل. لو لم ألمس هذا بنفسي ما جاورته ساعة. وفروخ شاه، ألم تعد غاضبا عليه لتساهله مع الناس ولا أقول مع أهل البدع؟ فروخ شاه إنه مريض مرضا يخشى عليه منه. في أي صورة تجيء رحمتك، فكل قضائك رحمة، ولكن يا رب أسألك أن تبقيها لي وللابنها المسكين الذي لم يبلغ العامين بعد. اشفها يا رب وأبقها من أجلي ومن أجله. هل تأخرت عليك؟ بل نحن أثقلنا عليك ثقلا بلغ الغاية، ولكني كنت أعرف أنك قادمة، لهذا هممت بالذهاب إلى السوق. اذهب يرعاك الله، وسأهتم بها وبالعز، فلا تشغل بالك بأمرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي الحياة. نعم، فأبى إلا أن تعكر الصف. ما كدنا نفرح بالأخبار التي تواترت عن انتصار حسام الدين لؤلؤ في البحر على سفن الصليبيين وتدميره لها، وبأخبار حصار صلاح الدين لحلب، حتى فجعتنا الأحداث بموت عز الدين فروخ شاه. حقا حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقدار. رحم الله فروخ شاه، فقد كان من خيرة بني أيوب. مررت بي في الصباح ثم اختفيت، أين كنت؟
كنت أحمل تجارة جاءت لأحد التجار ولم أفرغ إلا الآن، فقد أدخلتها إلى مخازنه وحدي. أعانك الله يا عبد السلام، كيف خلفت من وراءك؟ يلطف الله بها وبي وبابنها العز بن عبد السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، هذا تأبين مستحدث لكنه للأسف يلقى القبول عند البعض الذين ارتضوا بالمظاهر حتى في الموت موقف الجلال الصامت. ولولا أنهم يرددون لا إله إلا الله محمد رسول الله مكتفين بها لكانت غضبتنا عليهم أشد. وإلى أين تراهم ذاهبون؟ وهل تحتاج معرفة وجهتهم إلى فراسة؟ إنهم بالقطع يقصدون جنازة فرخ شاه. فيما جلوسكم؟ ستفوتكم صلاة الجنازة على فرخ شاه. يا عبد السلام، يا أبا العز، يا عبد السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا وإلا فاتتنا الجنازة والصلاة على الميت. امضوا أنتم، فدمشق كلها الساعة في جنازة فاروق شاه، أما عبد السلام فوحيد. ولم لا تأتي أنت أيضا؟ إنك إن تغيبت عرفوا لك ذلك. وأنا إن تغيبت عن مواساة عبد السلام والصلاة على فقيدته عرف الله لي ذلك. ويبدو أن الأيام نفسها تسير في ركاب صلاح الدين والسعد يخدمه، فقد أحاط بحلب، فلما استعصت عليه تركها واتجه إلى الجزيرة، ففتح بلادا وحصونا وضمها إلى قبضته. وفي طريق عودته وقف صاحب حلب عماد الدين زنكي ابن قطب الدين مودود، والذي استولى على حلب من ابن عمه عز الدين مسعود، وقف ليسلم مفاتيح حلب بيديه إلى صلاح الدين. وهكذا في عدة أشهر أصبحت أهم ولايات الشاب معه، ولن يلبث أن يتجه إلينا. هذا أمر حتمي، خاصة بعدما دمرت سفنه بقيادة حسام الدين لؤلؤ سفن أرناط وسفننا معه في بحر القلزم، فقضى على قوتنا البحرية. وماذا سنفعل الآن؟ وكيف لنا بمجابهة هذا الإعصار الذي يقتلع كل من وقف في طريقه؟ ليس أمامنا سوى أن نجمع الجموع وكل ما نقدر عليه لنواجه صلاح الدين في معركة حياة أو موت. مالك؟ مالك لا تتكلم؟ وماذا أقول؟ لقد بح صوتي وتقطعت أنفاسي وأنا أحذركم، وأنا الآن موجوع القلب من جراء ما فعله صلاح الدين برجالي وسفني. بدلا من الحزن على ما فات، قم واستنهض الهمم وكل ما تستطيع تجهيزه حتى نواجه صلاح الدين مجتمعين بكامل قوتنا. لن أتوانى عن ذلك، ولكني الآن منشغل النفس، أترقب أخبارا، فدعوني. أية أخبار؟ إنه أرناط، ألا تعرفه؟ لابد أن في جعبته شيئا قد دبره بليل، وهو يترقب ثماره الآن.
جاء ما كنت أنتظره. لقد رصد رجالي مجموعتين، إن أوقعت بهما أوجعت قلب صلاح الدين بل وأكلته. أولاهما جماعة مسلمة تقصد الحج، وسأقتلهم حينما تقع عيني عليهم. والجماعة الثانية؟ إنها الصيد، الصيد الثمين، قافلة قادمة من مصر قاصدة الشام، فيها أخت صلاح الدين. أخت صلاح الدين ستكون في قبضتي بعد يوم أو يومين. إنما يبكيني ليس وقوع أختي أسيرة في يد أرناط، فما أختي إلا امرأة من المسلمين تعرضت لما تعرض له الكثيرات منهن على يد أرعن مثل أرناط. لكن الذي يبكيني هو جتراء هذا الكلب على أناس أحرموا لربهم وخرجوا آمين بيته الحرام وهم عزل من السلاح، فيتربص بهم ثم يقتلهم وقد أقاموا الصلاة. لله علي عهد إن أمكننا منه أن أقتله بيدي. إذن فقد قررت اللحاق بالناصر صلاح الدين الذي يوشك أن يقاتل جموع الصليبيين؟ نعم، لابد من وجودي هناك، فإن أراد سلاحا للجيش أمددته به، وإن نصره الله على أعدائنا اشتريت من الجند غنائمهم من السلاح الزائد عن حاجتهم. فماذا تنتظر إذن؟ بادر بالرحيل، فقد ترامت الأنباء بأن الملك الناصر صلاح الدين قد أرسل كتبه إلى الممالك الخاضعة له يستمدهم للمعركة الفاصلة، فوافاه إخوته وأبناؤه بجيوشهم من كل أرض أقامهم فيها ملوكا. لم يعد اسمه الملك الناصر، فقد أصبح بعدما أدان له الله ممالك الأرض يتسمى بالسلطان الناصر صلاح الدين ابن يوسف الأيوبي. ها قد جاء من كنت أنتظره ليرحل معي. أراحل أنت أيضا يا مولاي الفخر بن عساكر؟ لكن ليس للتجارة مثل رفيقي، بل الجهاد وحض الناس على الصبر والاستشهاد في سبيل الله. إن مواعظك وخطبك أنت وفقهاءك قد حشدت الأمة كلها خلف صلاح الدين. سينتصر وتنتصر الأمة في جهادها بإذن الله. إن كتائب وحشودا من الأمة قد انضمت إلى صلاح الدين لتجاهد معه تطوعا. ليت الظروف كانت مواتية لي إذا لرحلت معكما، ولكن لمن أترك العز؟ وجارتنا التي كانت تهتم به لا زالت نفساء من وضع وليدتها. لا عليك، فأنت منذ عيت وأنت في جهاد يا أبا العز، فقط عدني بأن تريني ابنك متى رجعت. ردك الله سالما غانما وجعل النصر حليف السلطان الناصر. لقد سمعت أنه يقود جيشه ويسير به من موقع لموقع في خطة ذكية يجر الصليبيين بمقتضاها إلى مكان هو الأنسب لإجراء المعركة الفاصلة فيه. أنسب مكان لإجراء المعركة حطين. لكني أرى الفرنجة في جمع كبير، لقد جمعوا كل ما استطاعوا جمعه لمحاربتنا. هذا يوم سيتحدد فيه مصير هذه البقعة من العالم لمئات السنين المقبلة، فابتهلوا لينصرنا الله. إن متطوعي الأمة
ممن قرروا الجهاد معك قد أقدموا على الثبات في أماكنهم حتى النصر أو الشهادة. سينصرنا الله. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! أنت هنا لتقود الهجوم على ميمنة جيشه. أين أرناط؟ أنا لا ألمحه بينهم. سيظهر. ودعه لي. نصبر حتى يتم الالتحام ثم نخترق جيشهم فندهم صلاح الدين من الخلف. هذه أول حماقات صلاح الدين. إنه يوشك أن يقع في قلب الكماشة. دمت حليما علينا هكذا فمر لنا ببعض الماء البارد، إن العطش سيهلكنا. أحضروا الماء البارد للملوك. ما عدا أرناط. ولو فلن يمنحك هذا أماننا، فلم نأمر لك به. لقد فكوا قيودي وأنا ملك مثلهم. فكوا قيودك لأني أريدك حر اليدين وأنا أقتلك حتى لا يقال عني قتلت رجلا مكبلا. فأرني يا أرناط ماذا ستفعل بيديك الآثمتين الملوثتين بدماء المسلمين العزل. وهل يقتل الأسير؟ وهل يقتل الأعزل وهو يصلي؟ هل يقتل المحرم للحج؟ هل يليق بملك نقض العهد؟ هل يليق به السطو على قوافل النساء؟ هل يليق به الغدر؟ حكمت عليك أفعالك بالموت، وقد أقسمت أن أذبحك بيدي أيها الخائن.